الرائدة لا طلعت للشارع أكثر من مواطن ما كان عنده إجازة. واحد يقولها هسه أنتوا راح تشوفون علق همينة يقولها والله دازها أنا للتجدي. شنو دازها للتجدي؟ أنت ده تحشي ويا ضابط مرور أخي، يعني شنو دازها للتجدي؟ هو تروح تسحب استمارة الفحص الطبي ويجدد وقت إجازة، شنو دازها للتجدي؟ دازها بالبريد. ما أريد أطول، خلينا نشوف الرائدة على مع المواطنين بخصوص إجازة السوق ويانا. خير والعافية عليكم مشاهدي قناة العراقية ومتابعي برنامجنا برنامج وقفة مرورية. اليوم نتكلم عن موضوع جدا مهم، هو الإجازة بصورة عامة، سواء عدم حملك للإجازة أو الإجازة نافذة أو الأشخاص اللي ما عندهم إجازة السوق. للعلم أن مديرية المرور العامة بالفترة الحالية وحتى بالفترات السابقة تحاسب على إجازة السوق، لكن دائما مفارزنا تراعي الجانب الإنساني، لكن بنفس الوقت إحنا واجبنا هو تسهيل حركة السير والمرور ونشر الوعي والثقافة المرورية. شلونك اخوي؟ ان شاء الله بخير. شاكرين اول التزامك وارتدائك حزام الامان. ربكم يبارك فيكم. تسلم. عندك اجازه؟ ان شاء الله موجوده الاجازه. خلينا نشوف الاجازه. بس انا يعني بالتجديد الاجازه مالتي. اوكي وين؟ اي يعني مقدم بها طلب وبالتجديد. انت شايل الاجازه لو؟ لا ما شايلها. يعني صدق هسه بس سؤال، احنا نشوف سائقي المركبات اللي مخالفين يمتعبون. نعم. ليش ما هو يرتب اموره مثل الاخ هنا شلون الثقه عده؟ من تلحق السياره يقعد يخابر تليفونات. لا هسه عوفك من التليفونات، هسه انا يوم واحد والله ما طولت بيها. اوكي. يوم واحد رحت كملتها وخلاص، ما عندي شيء بيها. طيب تحكي وياي. الصبح بديت بيها بثنتين استلمتها وطلعت. الثقه كان يحكي بيها. ام عده تقوى. يعني مجاز بال 94 وعمومي مو خصوصي. ليش ثقتك نص ونص لازم؟ ليش؟ ساقطة. تشيك الإجازة لو لا؟ لا ما بتشيك. ساقطة. لا والله ما تشيك، ما منتبه لها. ساقطة. صدمة. اي والله. لكن لمن الآن؟ إلك. إيه. زين سؤال، هل تعرف أنه هذا ممكن تحاسب عليها؟ اي والله. كمخالفة؟ والله إيه صح. بس سؤال، عندك إجازة؟ لا بعدني ما طلعت. أوكي. زين هسا إذا إحنا نغرمج ونحجزك تنزعجين لو لا؟ بس لا انزعج بس مجبوره اطلع انا. تمام مجبوره. لكن احنا الغايه العلميه هو نشر الوعي والثقافه المروريه، نتمنى منك انه تتوجهين الى اقرب موقع. صح صح. اي على مود تستحصلين اجازه ان شاء الله. ان شاء الله. شيك نفاذيه الاجازه. اي طبعا على طول. عاشت ايدك لل25. نعم. نصيحتك لسائقي المركبات اللي ما عندهم اجازه او اجازتهم بها نفاذيه وتعرف انه مديريه المرور العامه دائما حملاتها مستمره بخصوص هذا الموضوع. يعني هو طبعا شيء ضروري وشيء عالمي وشيء حضاري. بدك ترجع ترتدي حزام الامان لان انت من البدايه. لا مو نسيته. لا اسف. ضروري، شيء ضروري، والاجازه شيء يعني يعني هو شيء نظام عالمي. نعم. ولازم احنا نلتزم بالنظام. والله المفروض ما يطلع بالشارع هذا. مفروض. زين أكيد. شنو السبب اللي خلاك تجدد الإجازة وترتدي حزام الأمان؟ أول شيء المحاسبة والمرور ما يقبلون. نعم. ولازم يعلمون دي الأمان. نعم. منظر جميل يعني. لا أنا راح أقول لك الأهم من المرور ومحاسبتهم إنه هذا حماية إلك. رجعنا لكم مشاهدينا، سمعنا أنا وياكم أجوبة السائقين المركبات فيما يخص سؤالنا من عند إجازة نفاذية الإجازة. شفنا سائقين المركبات أغلبهم عندهم إجازة والنفاذية يعني ما بيها، يعني دا نشوفهم 31 32 التجديد مالتها لأن هي لعشر سنوات. شفنا أشخاص أثناء اللقاء ما يمتلكون أو عفوا ما مجددين الإجازة، كان تنبيهنا لهم انه يجددون الاجازة. نتمنى من جميع سائقي المركبات الالتزام بالتعليمات المرورية. السيد مدير مرور العام المحترم دائما ما ينبه انه الحالة الانسانية اولا واخيرا، لكن تطبيق القانون هو واجب علينا. نتمنى من سائقي المركبات التوجه الى مواقع التسجيل واستحصال الاجازة او تجديدها. انا اتمنى لكم اكيد كل الصحة والسلامة وانتقالتي الى سيادة اللواء في الاستوديو.